يبدو أن اغتيال دوغينا سيشكل علامة فارقة في الصراع الروسي الأوكراني، حيث دفع كثيرين إلى النبش في ملفات البلدين وتاريخهما. في الاغتيالات السياسية، الذاكرة لا تزال تحتفظ بحالات اغتيال عدة ذهبت ضحيتها شخصيات روسية وأوكرانية. شبكة CNN ترى أن مقتل دوغينا يعيد إلى الأذهان فوضى التسعينات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي، عندما كانت السيارات المفخخة إحدى الطرق السائدة للتصفية بين الخصوم السياسيين فيما كان يوصف بحرب العصابات. لكن هذه الظاهرة ندرت بعد وصول بوتين إلى الحكم، بل تحولت إلى عمليات نوعية تستهدف نشطاء محددين يجمعهم قاسم مشترك، وهو معارضة سياسات بوتين، تقول الصحيفة. وعلى الطرف الآخر، فإن أوكرانيا بدورها لطالما اتهمت باتباع سياسة الاغتيالات، وتحديدا في صراعها مع روسيا. ومن بين أبرز عملياتها اغتيال زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية ألكسندر زاخارشينكو خلال تفجير مقهى في أغسطس عام 2018. المسؤولون الروس ألقوا باللوم حينها على مخربين أوكرانيين، لكن كييف ردت حينها بأن المخابرات الروسية هي التي نفذت العملية. وهناك عملية أخرى نفذت سنة 2015 واتهمت بتنفيذها أوكرانيا، وهي اغتيال الصحفي الأوكراني البارز أوليس بوزينا الذي اشتهر بتأييده لروسيا.